اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك من قبل. ابونا اي لايك. الو، واش كتعرف الفرق ما بين بيزنس وشركه؟ الو خليني نفسر لك الفرق بيناتهم جوج. الناس اللي عندهم بيزنس جينيرالمون عندهم واحد البيزنس اللي هو خدام فيه، مخدم معاه واحد 3 ولا 4 الناس، ولكن الا هو ما خدمش ولا لي كولابوراتور ديالو ما خدموش، لو بيزنس يكول والفلوس ما كتدخلش. باغ كونطخ الناس اللي عندهم شركه، عندهم شركه بمول لو فونداتور كان ولا ما كانش، الشركه كتبقى خدامه كتدخل الفلوس اي ميو سيتاتير كتطور. غنعطيك واحد المثال باش تفهمي مزيان. غناخذو في ان كارتي ياك، ناخذو شي محل كيبيع السناك اللي هو سان بيزنس، مول شي خدام في لاكاس ومخدم معاه 3 ولا 4 الناس اللي هما خدامين كيصيبوا لي ساندويتش اكسيتيرا. غير وكان الا مول شي مرض وحيت كلشي بين يديه، يمكن الفلوس ما يبقاوش يدخلوا، وحتى العمال اللي معاه ما غيعرفوا ما يديروا، حيت هو اللي قابط لاكاس وقابط لي فورنيسور والخلاص وقابط هادشي كامل. باغ كونطخ غنعطيك مثال واحد اخر في الميم سيكتور داكتيفيتي. الا هضرت لك على ماكدونالد، مول شي راه الي مورت صافي دي زاني، اي بورتون لو بيزنس ديالو غادي وكيتطور، ماشي غير في الميريكان، تطور في العالم. علاش؟ غادي نعطيك الفرق شناهو. الفرق هو لو بيزنس سيد خدام في قدم البيزنس، نهار ما طر وكيطفي العوافي، هذا مشكله مع فورنيسور، مشكله ديال الضو، مشكله التليفون، مشكله ديال كليان اساتيسفي، مشكله دو ليفريزون ديال هذا، دونك خدام في البيزنس، داكوغ، خدام دون لو بيزنس. اما الناس اللي عندهم شركه، لو فونداتور مثلا او لو ديريكتور جينيرال ولا لو سي او او، كيكون خدام سور لو بيزنس. علاش؟ عنده الوقت، حيت دار اون بلاس دي سيستيم، دار اون بلاس دي بروسيدور، دار اون بلاس دي بروسيس اللي كيخليوه الناس عارفين راسهم شنو خاصهم يديروا، كيفاش يديروا، امتى يديروه، وقتاش يديروه، وهو سالوي دون دو طون باش كيخدم على لو بيزنس. دوك نهار وما طار ما كيخدمش هو على يطفي العوافي، كيخدم على لا فيزيون، الرؤيه، فين غنمشيو، فين غنحلو دوطخ ماكدونالد، فين اون فاسامبلونتي، شنو هما لي نوفو بروجي ولا لي نوفو بروجي في ماكدونالد كون فالونسي. الوغ عندي ليك سؤال، واش انت دابا في نظرك عندك ان بيزنس اولا عندك اون سوسيتي؟ مي عندي ليك اون بون نوفيل، واخا يكون عندك بيزنس راه يمكن لك مع المده تحولو لسوسيتي باش لي بون بروسيس اي لي بون سيستيم. كانت معاك ناهد رشيد اللي كتخليك تزيد القدام، هذا هو. الله يحفظكم.